الأولى سارة العلامة بنت الجزائر شقت طريقة نحو النجومية من لما كان عمرها 12 سنة. بين المسرح والسينما كان المزيج اللي أوصلها بكل ثقة، لكن البنت طموحها كبير، هي بتبحث عن المزيد، مشان هيك لسه، لأنه لسه البنت لسه بالعشرينات. راديا صلاح بنت بلدها وقصة سارة الإعلام. بالله يا حمامي نرسل مع الكتاب لي منه وغرامي خلفني في انتهاء. اسمي سارة العلامة، وأتمنى أن أكون علامة فارقة في الفن الجزائري. يا باهي الجمال، أنا بنت مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، وقلبي متعلق بحب الجزائر منذ الصغار. قسنطينة بلد العلامة عبد الحميد بن بديس، ودور قدمته زوجة له ورهبة كبيرة في عالم الفن. بصح سيدي، انت ما عندكش حياة أخرى غير الناس. غادرت وأهلي إلى فرنسا ودرست المسرح في سن 12 وعشقت خشباته. لازم نروح لبلاصة بعيدة باه نبني حياة جديدة. الفن في نظري هو نجوم كبار، من منا لا يعرف العظيم منى واصف. نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق. وميريل ستريب. God, I had such happiness that night. هذا بقريب ساعتين الدنيا تعب حاشق. وصالح أجروت. والكبير عريوات الذي علمني المزيج بين الفكاهة وأن يكون شخصية تاريخية جزائرية بارزة. بوعمامة. احنا في بلادنا أحرار. بحثت في عناوين أدواري، وجدت نفسي في أول عنوان قدمته أسرار الماضي. ونعم، لكل ماض أسرار. ببالك لو كان نقول لك مانيش فرحانة كي عندي خويا، بس راني كامل بحرام. على بالك علاش حياتي كامل في كدبة. كان يا مكان قدم سلطان جرد عربية. ايه جزائرية. انا تاليت اسمي طارق. انا ياسمين. انا افتخار. هذه حالة ما هي حالة ناسها في ضلالة. حبيت نقول لك حاجة، انا قبل كنت مخطوبة وغير كيما حبستها. تعرف لي جورناليست دوكا، هذا هو الخبر اللي اكدوا عليه. عشقت الفروسية وأصبحت جزءا من حياتي. وفي زمن الكورونا أتمنى أن تنتهي الغمة عن بلدي وعن البلدان جميعا. وبعد أيام تزيان قعدتنا بلمة الحباب على موائد الرحمن. راديا صلاح صدى الملاعب.